هذه هي الفكرة السبب. حقيقة، وهي إغضاب الشعب الإيراني بشكل كبير، بحيث ينتفضون ضد حكومتهم ونظامهم. ما رأيناه هو أن التنفيذ الإسرائيلي هو ما يسمى بالخطة البديلة، والتي تسعى إلى تعزيز هذا الاستفزاز. هم يفعلون ذلك من خلال أذرعهم، فإن لديهم أذرعا يعملون من خلالها أو وكلاء. وطبعا أنت حددت أيضا بعض المجموعات الإضافية. من الواضح بأن هذا يهدف إلى إغضاب الشعب الإيراني، وبالتالي فقد قرروا الهجوم على البنية التحتية التي تعتمد عليها حياة المواطن اليومية، وليس فقط المنشآت النووية، بل أيضا محطات الوقود والبنية التحتية الأساسية للحياة اليومية. وأعتقد بأنهم يأملون بأن يلفتوا انتباه الشعب الإيراني لينتفض ضد حكومته. أعتقد بأن ذلك قد يكون له أثر سلبي ليس فقط على الحكومة الإيرانية، بل على المفاوضات بحد ذاتها، لأن الناس يعرفون من أين تأتي هذه الهجمات، وهم يشعرون بأنهم يهاجمون ويتعرضون لهجوم غير مشروع. وقد يظنون من وجهة نظرهم بأنهم يجب أن يكونوا دفاعيين وليحموا أنفسهم بجميع الطرق، لأنه ليس هناك أي حماية لهم. فالجانب الآخر والذي يهاجمهم بشكل مستمر، ما الذي يمكنه أن يقدمه لهم؟ لغاية الآن لم نرى أي شيء ملموس يقدم لهم. الشعب الإيراني قلق حيال ما يحصل لحياتهم الشخصية، إلا أنهم ربما لا يهتمون حقيقة للتدخل الخارجي كما رأينا اليوم. طيب، هل تعتقد أن النظام في ظل هذا الضغط الداخلي وهذه الاستراتيجية الواضح بأنها يعني إسرائيلية، كما واضح من طبيعة هذه الضربات، الوقود، الأمور السبرانية وغيرها، واضح بأن إسرائيل، لا نستطيع القول بأن يعني حقيقة 100% بأن إسرائيل تقف خلف هذا الأمر، ولكن واضح البصمات الإسرائيلية. برأيك هل هذه تضع إيران من جهة أمام معادلة بأن علينا العودة لرفع العقوبات، العودة للمفاوضات النووية، نرفع العقوبات ونخفف الضغط في الشارع لأننا أصبحنا تحت الخطر؟ يعني ألا تعتقد قد تكون هي استراتيجية ستجبر الإيرانيين على شيء ما هنا؟ الحكومة الإيرانية تصر بأن الخطوة التالية بأن سيكون هناك حوار غير مباشر في 29 من نوفمبر، ولكن هذه الحوارات غير المباشرة، ومن خلال هذه الحوارات غير المباشرة يريدون أن ترفع العقوبات أولا. هذا ما ستصر عليه الحكومة الإيرانية. وإذا رأت الولايات المتحدة بأن إيران سوف تعود إلى ما وافقت عليه مسبقا، ولكن لا أعتقد بأن ذلك سيحصل. أنا أعرف بأن إدارة بايدن تنوي الإبقاء على بعض العقوبات، ولكن الإيرانيون يريدون أن ترفع جميع العقوبات. ومن ثم يأتي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بمستوى تخصيب بنسبة 60% لتخصيب اليورانيوم، إذا كان بالإمكان العودة إلى الاتفاقية النووية الأصلية، فما الذي سوف يحصل لمستوى 60% من تخصيب اليورانيوم هذا؟ من الذي يأخذ هذا التخصيب؟ النقطة هي أن الإيرانيون قد تقدموا كثيرا على ما كانوا عليه قبل أن ينسحب ترامب من الاتفاقية النووية، وقد تقدموا تقدما ملموسا. عندما يصلون إلى مستوى تخصيب 60%، فلن يصعب عليهم حقيقة أن يصلوا إلى مستوى 90% من التخصيب، وهو مستوى التسليح. فهذا شيء يبدو واضح بأن الإيرانيين لديهم القدرة والمعرفة ليصلوا إليه وأن يتجاوزوا عتبة 60% من مستوى التخصيب، وهم اليوم في موقع
يريدون أن يخصبوا المزيد إن رغبوا بذلك. بهذا القول مستوى 60% من التخصيب هذا مفيد في بعض الاستخدامات الطبية والعمليات الطبية المعقدة، وطبعا إيران ليس لديها ذلك. الأشخاص الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج يسافرون إلى الخارج، وبالتالي بالنسبة لإيران فإن نسبة 60% من التخصيب ما زال لها استخدامات سلمية مدنية، ولكن بما أن لديهم المعرفة ليصلوا إلى مستوى 60% فيمكنهم بسهولة أن يصلوا إلى مستوى 90%، وهذا ما إسرائيل قلقة وغاضبة بشأنه. ولكنني لم أرى الرغبة من قبل إيران أن تصل إلى مستوى 90% من التخصيب، ولكن ما قد تكون إيران متوجهة إليه هو احتمالية تعزيز قدرات عتبة التخصيب، أي أن يكون لديهم جميع المكونات حاضرة لتكوين القنبلة النووية، وأن يكون لديهم التكنولوجيا لإطلاق هذه القنبلة على صاروخ. وهذا ما لن يحصل، كما ذكرت سابقا أن الإيرانيين لا يتحدثون أو يتفاوضون في موضوع الصواريخ الباليستية والسيطرة على هذه الصواريخ. الأمم المتحدة لا تمنعهم من ذلك، على الرغم من أنهم عبروا عن تفضيلهم لعدم وجود الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، ولكن ليس هناك حظر، وبالتالي ليس هناك انتهاك لهذا الحظر. وبالتالي فإن إيران تشعر بأنه إذا لم تتوقف الولايات المتحدة وإيران عن استفزازاتها فإنها ستستمر بتعزيز موقعها التفاوضي، وذلك لتحقيق مكاسب أكبر. لا أعتقد بأنهم سوف يصلون إلى اتفاق بعد هذه المحادثات غير المباشرة.